تعمل إيه لو سمعت كلمة مش فاهم معناها؟ لو سمعت كلمة مش فاهم معناها هسأل عليها. أسأل الكلمة دي إيه يعني؟ لو حد قال حاجة مش فاهمها هخليه فاهم. هسأل الواحد اللي قال الكلمة دي لحد. هقول لهم أنا مش فاهم اللي انتوا قلتوه. لو أنا عندي حاجة أنا مش فاهمها ممكن أسأل مامي وبابي هما يفهموها. لو سمعت حاجة مش فاهمها أقول لماما وصلي. ممكن تتكسف تسأل عن كلمة مش فاهمها ولا عادي؟ مش هتكسف أسأل، يعني ساعات بتكسف وساعات ما بتكسفش. عادي مش هتكسف. يعني واحدة صعبانة عندها لعبة مش عارفاها فأسألها ازاي دي بتزعلك؟ ممكن اتكسف عادي. لو في آية في الكتاب المقدس انت مش فاهمها بتعمل ايه؟ لو في آية انا مش فاهمة معناها بروح اسأل ماما. بسأل ماما وبابا او بصلي لربنا. اسأل ماما بصوت بالراحة شوية. انا بسأل المدرسة والمدرسة عن معنى الآية. نسأل مامتنا. نسأل ابونا. مين اكتر حد ممكن تسأله لو في كلمة انت مش فاهمها؟ لما اكون مش عارفة حاجة بسأل بابا او ماما. لو سمعت كلمة مش فاهمة هسأل مامتي. انا بسأل مامتي. مامي وبابي. لو مش عارف حاجة يعني بسأل بابا وماما.